وجود التحسين في المجلات داخل الجامعات، وزي ما شوفنا النهارده ان جامعه عين شمس عندها 22 مجله دخلت في الارب سيتيشن اندكس وجامعه القاهره. ده فكره ثانيه. احنا قعدنا مع هولا انا فاكر من 4 سنين وقلنا لها احنا بنحاسب في الجامعات المصريه على الدراسات الادبيه والانسانيه اللي هي دراسات محترمه جدا وابحاث راقيه جدا على مستوى الوطن العربي والعالم، لكن محدش شايفها غيرنا. احنا بنتكلم نفسنا بس لما بييجوا يحاسبونا على عدد اعضاء التدريس وعدد الابحاث المنشوره بنحاسب السالب، لانها الكليات التطبيقيه والعلميه هي اللي بتاخد المصير الاكبر في النشر اللي بيتشاف. والدكتور حسين خالد رئيس لجنه القطاع العلمي التطبيقي بيقول لي النهارده ان من المجلات المرموقه جدا اللي هي مصنفه تي 1 على مستوى العالم هي مجله جامعه القاهره. موضوع تصنيف الجامعات المصريه برامج التميز في التعليم الطبي والصيدلي والهندسي بالاضافه لبرنامج مهارات القياده، يعني كميه من الورك شوبس كانت جوه الجامعات بتشرح ازاي نكتب في توجيهات علميه، ازاي نعرف معامل التاثير، ازاي نعرف التصنيفات العالميه. فاعتقد هذا التعاون بين الشركاء في بنك المعرفه وبين جامعاتنا ادى الى النتيجه اللي الدكتور لطيف كان بيعرضها. طبعا البنك وفر برضه كشف الامتحان العلمي لكل الجامعات الحكوميه والمراكز البحثيه وبعض الجامعات الخاصه عشان لدعم النشر العلمي. وفر خدمه التحرير العلمي واللغوي من افضل بيوت الخبره في ذلك. كل ده كان بيتم عن قرب الحقيقه مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، ولازم نشكر الدكتور محمود صقر طبعا على دعمه الدائم لجهود بنك المعرفه واستضافته للسيرفرز بتاع بنك المعرفه كمان. الشكر برضو موصول للدكتور لطيف على جهوده الدائمه في نشر ثقافه بنك المعرفه في الجامعات المصريه. التعاون الوثيق بين مؤسسات الدوله، احنا كلنا بنشتغل كاننا مجموعه واحده في التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي، وده مساعد قوي على سرعه الانجاز. فيعني الارب سيتيشن اندكس او الكشاف المرجعي باللغه العربيه ده عشان الناس تشوف الدوريات العلميه المنشوره باللغه العربيه بره مصر. كيفيه التعامل مع النشر الدولي علشان يبقى متشاف في مؤسسات الدوليه. الحقيقه المجهود اللي اتعمل ده قدرنا نوصل بيه ان ترتيب الجامعات المصريه في خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا ارتفع ارتفاعات ملحوظه جدا. يعني احنا كنا في 2015 في بعض المؤسسات التصنيف كنا مش موجودين، يعني مش متشافين. النهارده احنا عندنا 22 جامعه موجوده، عندنا ايضا في التخصصات المختلفه على مستوى الكليات عندنا كليات وتخصصات من 150 و200 على مستوى العالم من اكثر من 20 و30 الف كليه. اذا امتلكنا القدره على كشف وسائل التواجد على الخريطة العالمية في البحث العلمي. في نفس التوقيت قدرنا نعمل مميزات لدعم الناشرين اللي بينشروا في أرقى المجالات العلمية، سواء بقى دعم مادي من خلال هيئات التمويل المختلفة أو حتى مكافآت من خلال الجامعات اللي بينشر في الدورات العالمية أو من خلال اللجان العلمية دايما المسؤولة عن ترقيات أعضاء التدريس والهيئة المعاونة. كل ده أدى أن احنا نصل في سايماجو إلى أن احنا نوصل للدولة رقم 30 من 234 دولة، كأكبر من أكبر 30 دولة على مستوى العالم في عدد النشر الدولي، في مش بس النشر الدولي في المطلق لكن النشر الدولي في المجلات المرموقة ذات الاستشهاد العالي.